واحنا فين دلوقتي؟ احنا هنا في منتصف طريق وصلت ابو الدرج، احد الوصلتين الرئيسيتين لطريق هضبه الجلاله الرئيسي. اللي هو اشرح لي بقى كده عشان المشاهد معانا نعرف احنا فين بالظبط. يعني طريق الجلاله الرئيسي جاي منين؟ طريق الجلاله الرئيسي جاي من وادي حجول؟ لا، طريق الجلاله اللي بيمتد من وادي حجول الى عين السخنه. ايوه، عند كارت السخنه. ايوه، وبيشق الجبل بطول 82 كيلو متر. ايوه، حتى الزعفره. حلوه. الطريق ده اللي هو يعتبر موازي للطريق الساحلي القديم. كويس، ويحل محل. وخلصنا من حوادثه ومن ألمه ومن ازدحامه. ده طبعا كان التفكير الأول والأساسي لإنشاء طريق هضبة الجلالة، الأرواح البشرية اللي كانت بتهدر على طريق الساحل القديم اللي هو كان اتجاه واحد. وكانت البداية بالزبط. اللي هي أنتجت كل هذا، أنتجت زي ما نقول معجزة الجلالة. معجزة، أنت بتسميها معجزة. معجزة الجلالة، المعجزة اللي استمرت 5 أعوام وما زالت مستمرة في التطور كل يوم. ايه سميتها معجزه ليه؟ اللي حصل في الجلاله في حمدي اكتر من انا اقدر احكيه في 4 أو 5 دقايق، ده محتاج حلقات عشان نقدر نتكلم عنه. بس باختصار، باختصار كميه الحفر والردم اللي تمت في الطريق ده، اللي حولت الطريق من الطبيعه الجبليه اللي احنا في البدايه شفناها للمنظر اللي حضرتك شفته دلوقتي المختلف تماما، اللي حضرتك تقدر تطلع وتمشي على الطريق وتقول انا ممكن اشتري مكان هنا او اقعد هنا في مكان او منتجع، ده ما كانش بالسهل. المعدات الخاصه اللي استخدمت لتشكيل المنطقه بالكامل، سواء كانت طرق او سواء كانت منتجعات او ريزورتات، كانت برضو معدات عملاقه جدا. انا يعني مش هقدر افحصها لو اتكلمت عنها، بس باختصار الجبل اتشكل من ضمن اتشكل. يعني احنا شكلنا الجبل، احنا اللي شكلنا الجبل. طوعت الجبل. طوعت الجبل عشان يناسب الطبيعه. تطوع الجبل طبعا صعب جدا. صعب جدا تطوع الجبل. صعب. مشروع الجلاله اللي انا بعتبره احد اهم واخطر الانشاءات الهندسيه اللي حصلت في ال5 سنين اللي فاتت، وهيفضل كده على مدار الاعوام بل العقود اللي جايه كلها، ان هو واحد من اخطر المشروعات اللي تمت في مصر. خطورته كانت فين بقى؟ خطورته في الطبيعه الجبليه اللي كانت بتمثل خطوره ليه وفي نفس الوقت مميزه ليه جدا.